موفقين في دبرتكم دوم الله يحفظكم موفقين. ما عيش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها نرفض أي دعوة للتظاهر. النازحون السوريون يؤكدون أن لا علاقة لهم بالدعوة للتظاهر الثلاثاء ويصفونها بالمشبوهة. ملتزمون بأن نحول أيامنا القادمة على المستوى السياسي إلى ورشة عمل حقيقية. أسبوع نيابي وحكومي حافل، عنوانه السلسلة والتعيينات. الله أكبر! المقدسيون يرفضون دخول الأقصى عبر بوابات إلكترونية، والحكومة الفلسطينية ترى أن إجراءات الاحتلال باطلة. صباح الخير. وسط السجالات القائمة بشأن الدعوة إلى التظاهر يوم الثلاثاء المقبل، حسم النازحون السوريون الجدال ونفوا عبر ممثلين في لبنان علاقتهم بالدعوة إلى تلك التحركات. ووصف كل من رئيس لجنة متابعة شؤون النازحين والمتحدث باسم لجنة التنسيق بين مخيمات النزوح والحكومة، وصف الدعوة وما رافقها من حملة منظمة بالمشبوهة. التقرير لنهاد يوسف. هي صورة العلم والخبر لوقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين يوم الثلاثاء في ساحة سمير قصير، والتي دعا إليها المنتدى الاشتراكي. الترخيص حمل أسماء المنظمين، وهم علي جمول، مروان الخازن، وإيليا الخازن. وهذه الصورة هي نفسها مع اجتزاء الاسم الجهة الداعية لتلحق بمن يسمون أنفسهم اتحاد الشعب السوري في لبنان. صفحة بين ليلة وضحاها برزت للتجيش ضد الجيش اللبناني، تبنت التحرك وحورته ليكون تحركا ضد الجيش. ومع كل ما تبثه من فتن وكراهية، ظهر في المقابل هذا الفيديو لحركة ما يسمى حماة الديار الغير شرعية. انتوا عم بتقولوا الثلاثة نزلنا على ساحة الشهداء او على ساحة سمير قصير الظاهر، حالكم حالكم، نحن قبلكم تحت، نحن حماة الديار حنكون قبلكم تحت. عرفتوا علي؟ رسالة واضحة وصريحة، نحن ما حنسمح لكم جوات اراضينا الدم، سولنا اراضينا وصحتنا، هذا الشيء فرش على رقبتكم، انتوا واللي بيشد على مشاتكم، حننزل بوجهكم، حفاجئكم شيء ما شايفينه بحياتكم، روحوا تضبوا وخلوا على بلادكم. النازحون السوريون وعبر ممثليهم في لبنان اكدوا لتلفزيون مستقبل ان النازحين غير معنيين بالتظاهرة، واصفين اياها بالمشبوهة. كسوريين في لبنان فإننا نعلن أننا نعيش في لبنان ونلتزم باحترامه واحترام مؤسساته الأمنية، ونرفض أي دعوة للتظاهر، كما نرفض إقحام أهلنا من السوريين في أي حراك تعود نتائجه سلبا على مجرى حياتهم واللعب بصمام أمان وجودهم في لبنان. فنحن لدينا لجنة مدنية مؤقتة مفوضة من اللاجئين في أرسال، استمدت شرعيتها من أهالي المخيمات في أرسال، وهي التي تتواصل وتتباحث مع المعنيين من سياسيين ووزراء وأمنيين. فأي دعوة لتظاهر أو حراك يساهم في إفشال عمل هذه اللجنة وإحراجها. من هذا المنطلق فإننا نحن نرفض التظاهر المعلن عنه يوم الثلاثاء، ونهيب بأهلنا من السوريين في لبنان عدم الانجرار وراء أي مطالب مجهولة المصدر. لا إن شاء الله ما في تظاهر، نحن نزلنا بيان عام باسم لجنة التنسيق والمتابعة، نرفض هذه الدعوات المشبوهة إلى التظاهر، نرفض التعامل مع أسماء مستعارة، نرفض هذه الصفحات التي تدعو إلى هذه المظاهرة. هذه المظاهرة لا قيمة لها، لا معنويا ولا سلوكيا، ولا يوجد لها أي مبرر إلا الفوضى في لبنان. وأكدنا أيضا في البيان بأننا في لبنان أتينا آمنين مسالمين لاجئين مدنيين، نحن نحترم العلم اللبناني والجيش اللبناني، لا نريد أي فوضى في لبنان يدفع ثمن النازح السوري. نحن حريصون كل الحرص على أن تكون لبنان بلدا آمنا. وبين التحركات المشبوهة والعنصرية التي فاحت بها وسائل التواصل الاجتماعي، برز هاشتاج لبناني سوري معا ضد التحريض، والذي يتبرأ من كل تلك التحركات والتي لا تهدف إلا لإقامة شرخ بين اللبنانيين والسوريين من جهة، وبين السوريين والجيش اللبناني لغاية في نفس الشياطين التي أطلقتها. إلى ذلك، صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق البيان التالي:
لا يتعب المغردون أنفسهم، فالجيش اللبناني الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعا هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه. ونعول بالمقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين الأربعة. لذلك وبعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية، اتخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر، حفظا للسلم والأمن الأهلي. يشهد الأسبوع الطالع ورشات عمل تشريعية وحكومية مهمة، إذ من المرجح أن تقر سلسلة الرتب والرواتب وأن يتحرك ملف التعيينات مجددا. التقرير لربيع شنطف. بعد أيام من اللقاءات والاتصالات بين مختلف الأطراف بشأن الملفات الملقاة على عاتق مجلسي النواب والوزراء، يبدو أن الأسبوع الطالع سوف يشهد إقرار قوانين مهمة وتعيينات طال انتظارها. فعلى صعيد جلسات مجلس النواب التشريعية والمرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والتي وزع جدول أعمالها وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، تشير مصادر الكتل الأساسية إلى أن تقدما كبيرا قد حصل باتجاه تمرير السلسلة، وهو ما عكسه صراحة وزير المال علي حسن خليل خلال احتفال تأبيني في بلدة خربة سلم. ملتزمون بأن نحول أيامنا القادمة على المستوى السياسي إلى ورشة عمل حقيقية نلامس فيها احتياجات الناس ومطالبها وحقوقها، بدءا من سلسلة الرتب والرواتب التي ستقر بإرادة المخلصين خلال الأسبوع المقبل، وصولا إلى الموازنة العامة وإلى كل ما يتصل بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تجيب على احتياجات الناس ومصالح الناس. وإلى السلسلة هنالك مشاريع قوانين أخرى من المفترض أن تقرها الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إنجازها في اللجان سابقا. أما خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الخميس المقبل، تلفت المصادر لأنه سيتم تعيين محافظ جبل لبنان وتعيينات تلفزيون لبنان. وهنا أفيد أن وزير الإعلام ملحم الرياشي سيرفع أسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار رئيس لمجلس إدارة التلفزيون. كما رجحت المصادر أقرار التشكيلات الدبلوماسية في الجلسة نفسها من دون أن تستبعد أن تقر المناقلات القضائية أيضا في حال تبلور نتائج إيجابية عن الاتصالات المتقدمة الجارية بشأنها. وفي عين التين، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بر التطورات على الساحة المحلية مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط. نتمنى أن يعني تقر الموازنة في الجلسات المقبلة، وأن يعني نحترم التعهدات فيما يتعلق بالسلسلة على أن لا تتخطى 1200 مليار. ليس هناك موقف سليم بالإساءة إلى مؤسسة الجيش. نعم، نحن في موقف دقيق فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب، وقد نجحت الأجهزة الأمنية وبالتحديد الجيش في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب. لابد من أحيانا تقع أخطاء، وقع خطأ بالعملية ما سبقت العملية الأخيرة في أرسال. لابد من المعالجة، لابد من التحقيق، لكن ليس اليوم المفيد. بالعكس، يعني أجب هذه المواقف. شدد رئيس الجمهورية ميشيل عون على ضرورة تأمين السلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها. وأبلغ عون خلال لقائه عددا من النواب بأن الضبط المالي العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعيا إلى احترام حقوق المواطنين وإبعاده عن المزايدات الانتخابية. واعتبر عون أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتحتم ارتفاعا إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها. وكان عون قد شارك في قداس عيد القديس شربل الذي ترأسه الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وقد خاطب الراعي عون بالقول إن اللبنانيين يرجونكم تصويب مسار عودة النازحين الأكيد إلى بلادهم بعيدا عن الخلافات السياسية. في
في دير مرمرون في عناية حيث ضريح مار شربل. شارك رئيس الجمهورية ميشيل عون اللبنانية الأولى نادي عون في القداس الاحتفالي بعيد قديس لبنان بحضور حشد من الشخصيات. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي الذي ترأس الذبيحة الإلهية خاطب رئيس الجمهورية في العظة بالقول: يدرك الشعب اللبناني كم تتحسسون رفضه لا استقرار السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية والفئوية على حساب الخير العام وإدانته الفساد المستشري والتسابق المذهبي إلى الوظائف العامة بقوة النفوذ وفرض الأمر الواقع خلافا لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد وال قاعدة آلية التعيين وشروطه، وكأن مقدرات الدولة بمؤسساتها والمال العام باتت للتقاسم والمحاصصة من دون أي اعتبار لتعاظم الدين العام. نحن ندرك فخامة الرئيس، نحن ندرك كلنا نواياكم الطيبة وأمنياتكم الكبيرة، إنما يشدد الشعب في الصمود والأمل بالانفراج إنما هو يقينه من أنكم تتحسسون معاناة شعبنا الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليوني لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فم المواطنين ويرمونهم في حالة الفقر والحرمان ويقحمون أجيالنا الطالعة على الهجرة. فمع تضامننا الإنساني الكامل مع هؤلاء الإخوة اللاجئين والنازحين، يرجو اللبنانيون من فخامتكم تصويب مسار عودتهم الأكيدة إلى بلدانهم بعيدا عن الخلافات السياسية التي قد تعرقل الحلول المرجوة. وبعد القداس تقبل عون التهاني بالعيد من البطريرك الراعي والسفير البابوي في لبنان الكاردينال جابرييل كاتشا ومن الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأبات عمطلة الهاشم وعدد من المشاركين في القداس. النشط بعد الفاصل. تنصيف سوا عنوان الحملة الجديدة لأصحاب الفنادق تشجيعا للسياحة. أهلا بكم من جديد. تحت عنوان تنصيف سوا يطلق أصحاب الفنادق مبادرة جديدة بهدف تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية. التقرير لمحاسن حلبي. لا ييأس أهل القطاع السياحي من المحاولة، ورغم الظروف التي تعاكسهم فهم يصرون على أن يكون فصل الصيف الحالي بمردوده السياحي أفضل ولو بحده الأدنى من فصول السنوات السابقة. تنصيف سوا ما هي إلا واحدة من تلك المحاولات. تنصيف سوا هي مبادرة قامت فيها نقابة أصحاب الفنادق. الفنادق جاوبوا، وزارة السياحة دعمت، أغلب الفنادق جاوبت معنا، وهلأ على زود عم نسوقها على ليف لوف لبنان، عم تتوجه لللبناني وتقول له إنه هويتك إلى قيمة عنا. شو بتتضمن هذه المبادرة؟ تتضمن أسعار خاصة لللبنانيين بالفنادق اللبنانية بكل المناطق بلبنان. قديه بتتراوح الأسعار تقريبا؟ بتبلش من $50 لتوصل $150. كل فندق حسب شو في عنده بقلب الفندق تبعه. اللي عنده مسبح رح تشمل المسبح، واللي عنده مسبح والجيم رح تشمل المسبح والجيم، وغيرهم عم يعملوا باكيجات هاف بورد ولا بيد اند بريكفاست. فكل أوتيل عم يعمل باكيج مثل ما هو بيشوف، وفي بعض الفنادق اللي عم بتسوق حالها كغرف بس مع الترويق. وعن مبادرة فيزيت لبنان، فإن الشركات السياحية الأجنبية بدأت بالتسويق للبنان ضمن الدول التي تنتمي إليها. 94% من 150 شركة اللي شاركوا بفيزيت لبنان هالشركات السياحية اهتمت إنها تسوق لبنان وتحط لبنان ضمن البرامج السياحية تبعيتها. 35% منا سوقوا لبنان، حطوا لبنان ضمن البرامج تبعيتهم. اليوم عم نتابع هذا الموضوع مع العارضين اللبنانيين يلي هن بدورهم على تواصل دايم مع هالشركات هيدا. هي شو هي الجنسيات تقريبا يلي بلشت جاوبت معها؟ الجنسيات الأوروبية وبعض الجنسيات العربية.
جهود تبذل بأقصى الحدود لتشجيع السياحة الداخلية، فهل يستجيب المواطن وتسمح له الإمكانيات بقضاء صيف ممتع؟ في الضمية افتتح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري طريق عام قرية القمامين، والكلمات شددت على ضرورة العمل لإنشاء بلدية للقرية. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، تم افتتاح طريق عام قرية القمامين في الضنية الذي يصلها بقرى وبلدات عكار، في احتفال أقيم في باحة المدرسة الرسمية في حضور النواب أحمد فتفت وهادي حبيش وكاظم الخير وقاسم عبد العزيز ومنسقي المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات. افتتاح هذا الطريق هو لوصل الضنية بعكار، هو لوصل أهل كرام مع أهل كرام، هو لوصل أهل شرفاء مع أهل شرفاء. ونحن إذا بدنا انماء حقيقي بهيدي الضيعة ما بيصير إلا عبر بلدية يا شباب. أنتوا اليوم أكثر من 1000 ساكن أو بنفوس الضيعة 1000 وشوي، كرة بعض فيها 30 شخص وعمل بلديات 1120 ناس. يجب انه يتقدم ملف لنعمل بلدية بهذه الضيعة لتدشين هذا الصرح الجديد بصروح الانماء من ضمن روح ومشروع الشهيد رفيق الحريري. الانماء ما كل شيء بيجي من برا، الانماء هو مشروع بده ينبت من داخل الضيعة بالذات. والقمامين نجحت بكتير امور مثل الصرح اللي احنا قاعدين فيه مدرسة القمامين. الاحتفال تخلله كلمة باسم الاهالي القاها محمد الزاهد الذي شكر الجهود الجبارة لآل الحريري في استكمال ما بدأه رئيس الشهيد رفيق الحريري. وكان الامين العام لتيار المستقبل قد زار بلدة بزال في طريقه الى القمامين، حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا واعضاء الاتحاد في حضور النائب السابق مصطفى هاشم، وكذلك اقيم له استقبال شعبي في بلدة قبعيت في حضور رئيس البلدية علي حمزي وحشد من الأهالي. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. فرنسا تدعم الكويت لحل الأزمة الخليجية. رفضت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ومعها جميع المصلين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر بوابات إلكترونية وضعتها قوات الاحتلال بعدما عاد فتح المسجد إثر إغلاقه ليومين متتاليين. أما الحكومة الفلسطينية فوصفت الإجراءات الأمنية الجديدة بالباطلة واللاغية ورأت أنها تمس بقدسية المسجد. بعد يومين على إغلاقه أعاد الاحتلال الإسرائيلي فتح المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمام المصلين باستثناء باب المغاربة، وخضع المصلون للتفتيش عبر بوابات إلكترونية ركبتها سلطات الاحتلال التي منعت موظفي الأوقاف من دخول المسجد بعدما رفضوا الخضوع للتفتيش عبر البوابات الإلكترونية، ما دفعهم إلى أداء صلاة الظهر أمام باب الأصباط خارج الأقصى. إما أن نستلم المسجد الأقصى كما أخرجنا منه أو لا نستلم، ونحمل الحكومة الإسرائيلية ما قامت به من تغيير معالم، ونحمل الحكومة الإسرائيلية عدم استلامنا للمسجد الأقصى. نحن لن نرضى أن يغير المعالم ويسجل علينا في التاريخ أننا ارتضينا تغيير المسجد الأقصى، بل سنبقى خارجا حتى نستلم المسجد الأقصى كما أخرجنا منه. الاحتلال كان وضع صباح الأحد البوابات الإلكترونية على بوابات البلدة القديمة تنفيذا لقرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قرر أيضا وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل المسجد الأقصى ونصب كاميرات خارج الحرم. وفي تصريح استفزازي جديد قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد إردان إن المسجد الأقصى يقع تحت السيادة الإسرائيلية ولسنا بحاجة لتوصيات من أحد. جاء الموقف بعدما دعا عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى ضرورة إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين
وبالتزامن مع هذه التطورات في الأقصى، صدقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات التابعة للاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون ما يسمى القدس الموحدة قبل عرضه على الكنيسة للتصويت عليه. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون أساسي ينص على أن أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة كانت بحاجة إلى موافقة 80 عضوا في الكنيسة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في باريس، دعا إلى استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين. من جهة ثانية، قال ماكرون أنه يشارك إسرائيل قلقها بشأن حزب الله في لبنان. أنا أشاطر إسرائيل قلقها حيال تسلح حزب الله في جنوب لبنان، ونأمل إحلال الاستقرار في لبنان. سأواصل النشاط الدبلوماسي الذي سيسمح بخفض حدة التوتر في هذه المنطقة. أجرى وزير الخارجية الفرنسية محادثات في الكويت مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا دعم بلاده للوساطة الكويتية الرامية إلى حل الأزمة الخليجية الراهنة. أزمة قطع العلاقات مع قطر محور الجولة الخليجية لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان التي قادته إلى الكويت، حيث التقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان. وكان لودريان أجرى محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير، قال لودريان إن بلاده تريد أن يكون هناك انخراط للجميع ضد دعم وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، فإن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يواجه عدم الاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب، مبديا دعم فرنسا للوساطة الكويتية. أما الجبير فقال إن بلاده ستزود فرنسا بملف كامل عن دعم قطر للإرهاب والتجاوزات التي ترتكبها. نحن نأمل أن نستطيع نحل هذه الأزمة عن طريق داخل البيت الخليجي، ونأمل أن تسود الحكمة الأشقاء في قطر لكي يستجيبوا لمطالبات المجتمع الدولي، وليس فقط الدول الأربعة لكن المجتمع الدولي الذي يرفض دعم الإرهاب. على خط موازن، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لابد أن تستمر وبكل حزم. وفي الختام، هذا تذكير بالعنوان: نرفض أي دعوة للتظاهر. النازحون السوريون يؤكدون أن لا علاقة لهم بالدعوة للتظاهر الثلاثاء ويصفونها بالمشبوهة. ملتزمون بأن نحول أيامنا القادمة على المستوى السياسي إلى ورشة عمل حقيقية. أسبوع نيابي وحكومي حافل، عنوانه السلسلة والتعيينات. المقدسيون يرفضون دخول الأقصى عبر بوابات إلكترونية، والحكومة الفلسطينية ترى أن إجراءات الاحتلال باطلة. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. موفقين. شكرتكم دوما موفقين. ما عشت لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر إنه بيقدر يشلب تيار المستقبل.